حبايبي الحلوين التومين السانتاتين، زيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة معدنا من الجزء الثاني من حدودة جدو علي، يلا بينا نشوف حصل ايه في الجزء الثاني. كان يا مكان، كان في زمان جدو علي زي ما كان في الجزء الاولاني، ومع اصحابه اللي اشتراهم وبيته الجميل اللي برضو اشتراه عشان يبقوا عيلة كلهم مع بعضيهم. ودلوقتي جدو علي واقف معاهم في الجنينة علشان يكمل حواره معاهم اللي كان ابتداه في الجزء اللي فات. وتعالوا نشوف جدو علي قال لهم ايه. بقول لكم ايه يا حبايبي، انا عايز منكم حاجة جميلة جدا دلوقتي. خلاص انا لما روحت علشان اشوف الجزء الغربي من الجنينة لقيت السور مكسور، وطبعا انتوا عارفين ان ده بيتنا ولازم كلنا نحافظ عليه وعلى جماله، فانا هروح انا وانتوا علشان نبنيه تاني ونخليه شكله حلو. ماشي يا جدو، انا موافقة مفيش مشكلة. وانا كمان يا جدو. سوسو وانا كمان يا جدو هاجي معاكو. لا 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 يا حبيبي، انت مش هتيجي معانا. لا يا جدو، عشان انت صغنن يا حبيبي، انت هتقعد هنا خد بالك من المزرعة ومن البيت لحد ما احنا نروح نعمل السور ونجيلك في اخر اليوم. سوسو ارجوك يا جدو، ارجوك انا عاوز اجي معاكو. بليز يا حبيبي، ما ينفعش خالص، انا نفسي اختك والله، بس انت صغير وانا خايف عليك. انا مش صغير، انا كبير. لا انت مش كبير، انت صغير وما ينفعش ان انت تيجي معانا. لو سمحت هقول حاضر واسمع الكلام. كده يا جدو، كده مش عايز تاخدني معاك. علشان مصلحتك صدقني انا عارف اكتر منك، لو حصل لك اي حاجة انا مش هسامح نفسي وانت صغنن. يا جدو ارجوك. لو سمحت يا حبيبي اسمع الكلام وقول حاضر. خلاص بقى يا كتكوتنا، خلاص بقى اسمع كلام جدو. ايوه بقى اسمع كلام جدو، هو طالما قالك كده يبقى انت تسمع كلامه خلاص. يعني كلكم هتمشوا وتسيبوني لوحدي هنا؟ معلش خد بالك بس انت من نفسك، وخد بالك على المكان كله كمان، ده مسؤوليتك من دلوقتي يا حبيبي. انا بعيط، انا هسيبكوا وادخل جوه البيت، هسيبكوا. يا خبر ابيض، بصوا زعل ازاي، وانا كل اللي عايزه مصلحته والله، انا خايف عليه بس لحسن حاجه تقع عليه وهو صغنن كده ومش باين، مش هسامح نفسي ابدا. يا جدو احنا فاهمين ان انت بتعمل كده عشان مصلحته. طبعا يا جدو انا كمان فاهم، صح يا ميسيز كاو؟ ايوه يا مستر شيب انا عارفه والله، بس هو عشان صغير لسه مش فاهم. معلش لما نرجع نبقى نفهمه. طب يلا بينا يا حبايبي الاحسن، عندنا شغل كتير قوي. يلا بينا يا جدو. يلا يا حبايبي انا همشي، تعالوا انتوا ورايا. يلا ورايا. ومشيوا الاصحاب يا اصحابي مع جدو علي عشان يروحوا في الجانب الغربي علشان يبنوا السور تاني اللي كان اتكسر. بس في الاوقات دي الكتكوت كان زعلان جدا. ازاي يعملوا فيا كده؟ ازاي يسيبوني لوحدي؟ اقعد انا اعمل ايه لوحدي في كل المكان دوت؟ انا خايف. سوسو انا خايف اوي. ينفع كده يعني يسيبوني لوحدي؟ وفي الوقت دوت يا أصحابي كان في حاجة تانية خالص بتحصل في جانب الغابة الشرقي. ياه الواحد نام كتير قوي، أخيرا الشتا مشي وجه الصيف، وهجري واتنطط والعب في بيتي الجميل دوت، البيت اللي انا قاعد فيه لوحدي
قاعد فيه لوحدي من زمان وبحب كل حتة فيه. أخيرا أخيرا رجعت تاني لبيتي والمكاني. أخيرا يا سلام، ده النوم في الشتا دوت وحش قوي، بس كويس الشمس خلاص طلعت أهو وأنا مبسوط مبسوط. انا خلاص هرجع على بيتي بقى عشان اعيش فيه احسن، ده وحشني قوي، ده انا سايبه من زمان قوي قوي. يلا بينا نروح بيتي، وحشني. لا 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 لا، انا عايش هنا وحدي ومحدش ساكن معايا، العب واجري واكل واشرب ومحدش موجود معايا، مبسوط خالص كده وحدي ولا حدش يشاركني عشتي، اطلع وانزل فوق وتحت واللي يفكر يجي عندي احسن له يمشي بذوق. الله، انا مبسوط قوي ان انا جيت بيتي تاني. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي جاي هناك من ورا البيت ده؟ سيو 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 سيو، ايه ده ايه ده، انت مين؟ انا اللي مين؟ انت اللي مين؟ ده بيتي. بيتك يعني ايه؟ ده بيتنا احنا، ده بيتنا احنا وجدو علي. جدو علي مين يا ابني؟ وبيتك انت مين؟ وانت مين اصلا؟ بقولك دوت بيتي وبيت جدو علي، جدو علي راح يصلح السور، احنا عايشين هنا من زمان. يا ابني ده بيتي، بس انا كنت نايم في الشتاء وصحيت اهو ورجعت بيتي تاني. رجعت بيتك ايه يا عم انت، ده بيتنا احنا. سو 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 سو، يا جدو علي يا جدو علي. طب بس بس بس، اسكت اسكت اسكت، بتنادي على مين انت؟ استنى شوية. ايه عاوز تقول ايه؟ وبعدين بقى في الراجل ده والثعلب يا اصحابي ابتدى يكلم نفسه، ايه ده، هو انا هسيبهم كده ياخدوا البيت بتاعي ويعيشوا فيه؟ انا لازم ادور على خطة. ايوه، اقول له ايه اقول له ايه؟ بص
بص أنا هقولك على حاجة، جده علي دوت سابك هنا ليه وانت لوحدك ليه؟ أيوة سابني لوحدي وكلهم سابوني لوحدي، قلبي يقول إن هو خايف عليا لحسن حاجة تقع عليا. طبعا لا يا ابني، أصلا مش بيحبوك ولا بيحبوا إن هم تكون معاهم. أنت بتتكلم جد؟ طبعا طبعا، على فكرة أنا من أول ما شفتك وأنا حبيتك. إيه رأيك تيجي معايا؟ أجي معاك فين؟ تعال بس معايا وما تقلقش خالص، أنا بحبك وإنت هتبقى معايا أنا لوحدي، كلهم مش بيحبوك، كلهم سابوك ومشيوا، لكن أنا بحبك، تعال معايا. طيب طالما كلهم مش بيحبوني وإنت اللي بتحبني أنا هاجي معاك. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطش، يلا بينا يلا بينا يلا بينا، أنا جاي وراك أهو. ويا أصحابي الكتكوت ما سمعش كلام جده علي وما استناش ومشي مع الثعلب المكار للأسف الشديد. تعال تعال حبيب تعال وراي. ايه ده انت جايبني فين؟ انت جايبني فين هنا؟ بقولك ايه، مش عاوز وش. الله الله، انت مش قلت ان انت بتحبني؟ احب مين يا ابني؟ انا هجيبك هنا واجيبكوا كلكوا واحد واحد واموتكوا عشان ارجع في بيتي تاني. انت شرير انت شرير يا جدو علي يا جدو علي. تعالى هنا جدو علي، ده مين مش هيعرف يمسكك مني؟ تعالى تعالى بقولك. وجري ورا بعض يا اصحابي، والكتكوت كان خايف جدا. وفي الوقت دوت كان جدو علي رجع المزرعة هو وميسيس كاو ومستر شيب. يا أصحابي، ده النهاردة كان يوم متعب جدا جدا. أيوة يا جدو كان يوم متعب قوي. يا جدو أنا تعبت جدا جدا النهاردة. الله، أمال فين الكتكوت؟ أيوة صحيح فين الكتكوت، هو أنا مش قلتله ما يتحركش من هنا؟ خبر أبيض يا جدو، ده شكله اتحرك وما سمعش الكلام. يا نهار، يا أنا قلتله ما يتحركش، ده بيعمل المشكلة اللي هيعملها دلوقتي دي كبيرة جدا. فينه طيب؟ وقعدوا يا أصحابي كلهم يدوروا على الكتكوت ومش لاقيينه خالص. لكن في الوقت دوت جدو علي سمع الكتكوت وهو جاي جري وعمال ينده، يا جدو علي يا جدو علي. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا سامعين يا أصحابي الصوت دوت؟ ايوه انا سامع، وانا كمان سامع، هما راحوا فين؟ ايه ده الكتكوت يا جدو علي يا جدو علي.